اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى هذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز. هكون معكم فيها انا حنان عاطف لمتابعه التطورات والمستجدات. نخصص هذه التغطيه عن جهود الدوله في جذب الاستثمار الاجنبي وتعافي الاقتصاد المصري. إذن خطط الدولة المصرية في قطاع التنمية الاقتصادية خطوات واسعة رفعت من ثقة المستثمرين في الداخل والخارج. المزيد في العرض التالي. ومشاهدينا الكرام للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا بسيادتك. يعني إذن دكتور يعني وحضرتك متخصص في إدارة الأعمال والجانب الاقتصادي ونحن نتحدث بالأساس عن الشق الاقتصادي، وبرأيك إلى أي مدى استطاعت مصر أن يتعافى اقتصادها على مدار الفترة الماضية وتحقيق طفرة في التعافي الاقتصادي؟ والله يا فندم هو احنا بداية لازم نفهم أنه يعني البنية التشريعية لمصر عملتها خلال السنوات الماضية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى مقاليد السلطة في 2014 لتضع الأساس لفعلا بناء الجمهورية الجديدة سواء كانت سياسيا اقتصاديا أو اجتماعيا. نتكلم على الجانب الاقتصادي، فإحنا عندنا قانون التخطيط العام للدولة رقم 8 لسنة أو رقم 18 لسنة 2022. هذا القانون الحقيقة
يعني بيضع العديد من المعايير المهمة جدا للتخطيط القومي في المجال الاقتصادي، ومن أهم هذه المعايير هي وجوب أن يكون للدولة المصرية وثائق. فالنهاردة إحنا لما بنتكلم أو بنخاطب المجتمع الدولي سواء كان سياسيا أو اقتصاديا بنخاطبه من خلال وثائق. هذه الوثائق أولا بتحدد الاتجاهات العامة للدولة المصرية في الجانب الاقتصادي، وبتحدد سياسات الدولة، وبتحدد الأرقام المستهدفة. يعني مش مجرد يعني كلام مرسل، لا هنتكلم فيه أرقام مستهدفة. فبداية لو بنلقي الضوء مثلا على وثيقة ملكية الدولة اللي مصر أعلنتها في يونيو 2022، هنلاقي أنه المستهدف للنمو الاقتصادي في مصر سنويا بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي، الناتج المحلي ده اللي هو مجموع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة في السنة الواحدة، كان في 7-9% سنويا. ايضا يعني هو احنا بنتكلم بلغه الارقام دكتور ايمن، حضرتك قلت انه من 7-8% سنويا، كيف ترى هذا الرقم؟ هذا الرقم يعني ما الذي يؤشر عليه؟ والله هو برضو احنا بنكرر ان يعني مش بس في وثيقه ملكيه الدوله، لا انا عندي وثيقه ابرز التوجهات الاستراتيجيه الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة من 2024-2030 واللي تم إقرارها من مجلس الوزراء، تتكلم أن مصر بتستهدف أيضا من 6-8% سنويا. فهو الأرقام كلها بتدور حوالين 7%. طب ليه 7%؟ 7% دي على فكرة كانت في خطاب تكليف الحكومات زمان، حتى من أيام حكومة علي صبري سنة 62. 7% لأن لو حضرتك عندك وديعة في البنك مثلا بألف جنيه وحطها ب7% كفايدة مركبة سنويا لمدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات قيمتها هتتضاعف، هتبقى 2000 جنيه. فمصر تستهدف يعني مضاعفة أو مضاعفة حجم الاقتصاد القومي كل 10 سنوات، ثم بعد كده بآليات إعادة التوزيع، بآليات إقرار الحد الأدنى للأجور وزيادته زي ما شفنا في القرارات الأخيرة اللي السيد الرئيس عملها، وفي الزيادات المستمرة الحقيقة لحد الأدنى للأجور، ده ما كانش يعني في الفترة الماضية فقط. كل ده بيؤدي إلى توزيع بقى ثمار هذه التنمية الاقتصادية على المجتمع كله. ولكن عشان أقدر أوصل إلى معدل 7% سنويا، أيضا وثيقة ملكية الدولة اتكلمت على معدل الاستثمار المطلوب، فهي بتقول إنه لازم يكون معدل الاستثمار من 25-30% من الناتج المحلي. معدل الاستثمار ده هو معدل أو هو جزء من الناتج المحلي اللي هو بيوجه إلى إضافة أصول إنتاجية للاقتصاد. وده الحقيقة بيتمول من ثلاث موارد. المورد الأول هو الادخار المحلي، والادخار المحلي ده هو الجانب في الناتج المحلي غير موجه لأنشطة الاستهلاك. المورد الثاني هو الاقتراض من الخارج، المورد الثالث هو الاستثمار الأجنبي. طيب احنا النهارده لما نشوف وفقا للبيان اللي ألقته معالي وزيرة التخطيط في البرلمان يوم 15/6/23، هنلاقي انه معدل الادخار في مصر 6.8%، فين معدل الاستثمار 13.5%. اول حاجه ده بيوضح ان انا عندي معدل ادخار قليل، وطبعا انا كدوله ناميه لسه معدلات الدخل مش كبيره، فأه طبعا مش متوقع يبقى عندي معدل ادخار عادي. الفرق بين معدل الاستثمار ومعدل الادخار ده زي ما قلنا بيتمول اما من الاقتراض من الخارج او من الاستثمار الاجنبي. طيب دكتور ايمن، يعني هستغل وجود حضرتك معانا وحابين نوضح للمشاهد اللي بيتابعنا دلوقتي، اذا على مدار الفتره الماضيه ما هي الاجراءات، ما هي التسهيلات التي اتخذتها الدوله من اجل جذب فرص استثماريه كبيره مش بس في الداخل كمان فرص استثماريه خارجيه؟ نعم والله هو زي ما قلت لسيادتك، هو اذا كان معدل الاستثمار عندي 13.5% وانا بستهدف اوصل ل 25-30، معنى كده ان انا لازم اضاعف حجم الاستثمارات بتاعتي واساسا اجتذب استثمارات اجنبيه. اول حاجه مصر عملتها في هذا المجال الحقيقه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قلنا، هي عمليه يعني ايجاد بنيه تشريعيه قويه اللي هي بتشيل فعلا او بتبقى زي الاساس الصلب اللي ببني عليه الاقتصاد بتاعي. اول حاجه عملنا مساله تفعيل القانون رقم
155 سنة 2002 بشأن تنمية الصادرات. مصر أصدرت القانون رقم 152 لسنة 2020 ده بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. أصدرنا وده مهم جدا القانون رقم 72 لسنة 2017 ده الخاص بالاستثمار، واللي هو أوجد مجلس أعلى الاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وهذا المجلس اتخذ قرارات مهمة جدا. نعم. 15 مايو 2023. وصلت الفكرة، وصلت. أنا بشكرك جزيل الشكر الحقيقة على كل ما تفضلت به من معلومات، دكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
بتموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. انتي بلاد الجميلة حسن السلام والأمان، وانتي الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. انتي بلاد الجميلة حسن السلام والأمان، وانتي الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. مهما كان انتي مصر وكل خطوة بمصر، ومهما كان انتي مصر وكل خطوة بمصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مأكول الخلود يا مصر. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مأكول الخلود يا مصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. كلك شهامة وكرامة رايا فوق كل راية، انت لحبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية. كلك شهامة وكرامة رايا فوق كل راية، انت لحبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم نخل للخلود يا مصر. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم نخل للخلود يا مصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. ومشاهدينا الكرام، بالعودة لهذه التغطية والتي خصصناها للحديث عن الملف الاقتصادي وأيضا الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية والإجراءات وأيضا التسهيلات لتعافي الاقتصاد المصري على مدار العشر سنوات الماضية. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور وليد. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بكل مشاهدي اكسترا نيوز. اهلا بحضرتك يا دكتور. يعني هستغل وجود حضرتك معانا وانت خبير اقتصادي، وحابين نتكلم بلغه الارقام ونوضح للمشاهد اللي بيتابعنا دلوقتي. حابه اتكلم مع حضرتك في جزئيه خاصه بالتدفقات الاستثماريه. واحنا بنتكلم عن التدفقات الاستثماريه هنلاقيها انها ارتفعت الحقيقه بنسبه كبيره، وصلت ل 72%. كيف تقرا هذا الرقم؟ هذا الرقم طبعا يعني عندما ندخل في تفاصيله بنلاقيه نتيجة لجهود قامت بها الدولة، وعايز أقول إن هو جهود كمان قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه. لأن لما بنشوف استثمارات قطاع الطاقة، ودي الاستثمارات الأكبر والأكثر من حيث الحجم، دي تمت بناء على قرارات استراتيجية اتخذها السيد الرئيس، سواء بترسيم الحدود في البحر المتوسط أو باللقاءات المباشرة مع الممثلين شركات البترول والغاز، وبتوجيهه بسداد مستحقات شركات البترول والغاز اللي كانت ارتفعت بصورة كبيرة جدا خلال فترات الاضطراب السياسي، تصل إلى نحو 7 مليار دولار. هذا الرقم الكبير اللي كان بيخلي شركات البترول والغاز وكل شركات قطاع الطاقة تعزف عن ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، بالتالي فإن استثمارات هذا القطاع كانت استثمارات ضخمة جدا. ده من جانب. الجانب الآخر أن صناعة التنمية في مصر بصفة عامة كانت صناعة جاذبة للاستثمار الخارجي والدخول في شراكات مع الدولة في قطاعات كثيرة جدا من المشروعات اللي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، وده ارتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي جعل من الدولة المصرية شريك مقبول لدى الكثير من المؤسسات والجهات المانحة، الكثير من الشركات الدولية، واللي شافت مصر بتسير في برنامج إصلاح اقتصادي بيعزز من مالياتها، وشافت أيضا
ان استراتيجية التنمية المصرية بتتفق مع الاستراتيجية الأممية بما فيها من أبعاد متعلقة بالتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة ومراعاة التنمية المستدامة بكافة عناصرها. يعني احنا واحنا بنتكلم يا دكتور وليد زي ما حضرتك ذكرت هي مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قامت الدولة بتنفيذها من أجل دعم الاقتصاد المصري. حضرتك ذكرت أيضا المشروعات القومية الكبرى. أيضا الدولة لمست وركزت الضوء على المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة وأهميتها في الاستثمار داخل الاقتصاد المصري. حب حضرتك توضح لنا الجزئية دي. هو أنا بس عايز أكد على أن الدولة المصرية عندما وبعد فترة من الاضطراب السياسي كان هناك مشكلة كبيرة جدا في أن احنا نجذب استثمار خارجي، وأيضا كان في مشكلة في إقناع المستثمر المحلي أن هو يعمل في ظل هذه الظروف. اتبعت الدولة المصرية النموذج الكنزي، وده نموذج معروف في الاقتصاد بيقوم على أن الدولة بتتدخل لقيادة النمو من خلال استثمارات بتقوم بها الدولة تضعها وتركز فيها على مجال البنية التحتية بصورة تؤسس لبنية تحتية تجعل القطاع الخاص لديه الحوافز على العمل. قامت مصر بكل ده في المرحلة الأولى من عمليات الإصلاح لنصل إلى هذه المرحلة اللي من خلالها وبعد ما قامت الدولة بإجراءاتها وفقا على النموذج الكنزي بتعيد المسار للمسار الأصلي، وهو المسار القائم على الحرية الاقتصادية القائمة على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي. بالتالي فبعد تحريك الاقتصاد وبعد الجهود اللي قامت بها والنتائج الجيدة بتعود الدولة المصرية إلى المسار الطبيعي من خلال تحفيزها للقطاع الخاص يقوم بمهمته. بعد أن قامت الدولة بدورها خلال الفترة الماضية، القطاع الخاص اللي الدولة بتشجعه على كل المستويات، على المستوى الكبير سواء بالدخول في شراكة مع الدولة أو من خلال المشاركة في برنامج الطروحات أو المشروعات الكبرى من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودي مشروعات أولتها الدولة الاهتمام منذ اللحظة الأولى من خلال حوافز وضمانات موجودة في القانون الخاص بها، ما يقدمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المبادرات التي توفر التمويل منخفض التكلفة ما بين 5% إلى 7%، المعارض المجمعة اللي بتنظمها الدولة واللي من خلالها بتشجع وتدعم هذه المشروعات بعنصر التسويق، الدورات التدريبية اللي بيتم تقديمها. الحقيقة مجموعة كبيرة ومتنوعة قامت بها الدولة لدعم تلك المشروعات. طيب دكتور وليد، واحنا بنتكلم عن كل هذه الإنجازات، إذن لا نغفل أبدا فرص العمل التي وفرتها الدولة والأيدي العاملة من هذه المشروعات الكبرى. بنتكلم عن 61,000 فرصة عمل. طبعا النزول بنسبة البطالة الرقم فردي ده كان حلم. يعني احنا كنا قبل في فترة، يعني كنا في فترة الاضطراب السياسي كنا عندنا معدل البطالة كان معدل زوجي، يعني 11 12 13 14. النهاردة نزلنا بمعدل البطالة كدولة إلى معدل يصل إلى نحو 7.2% و7%. هذه النسبة لم تأتي من فراغ، هي أتت من زيادة معدلات النمو بصورة كبيرة، قيادة الدولة للنمو من خلال ضخ استثمارات كبيرة، الحوافز الكثيرة التي تم تقديمها للقطاع الخاص، المشروعات القومية اللي تم، ده طبعا قامت بدور كبير جدا في امتصاص البطالة، سيما البطالة الخاصة بالعمالة غير الماهرة. يعني احنا بنفتكر ان في بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي كان هناك عمالة بتعود من ليبيا وعمالة بتعود من دول اخرى، هذه العمالة كان من المهم خلق وظائف لها حتى تستطيع الحياة، وهو ما حدث بالفعل من خلال المشروعات القومية. طيب دكتور وليد، أيضا يعني وفق الإحصاءات يعني مصر تصنف من أعلى 3 دول جذبا للاستثمار، حضرتك شايف الموضوع ده إزاي؟ هو مصر طبعا من أهم الدول اللي جذب الاستثمار، ومصر هي يعني احتلت المرتبة الأولى في جذب الاستثمار إفريقيا لعدة سنوات عن التوالي منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي ونحن بنحتل هذه المرتبة. ولكن بس اللي عايز أكده أن تركيز هذه الاستثمارات اللي أنا شايفه بيركز على شراكات الدولة، وده ندل على شيء بيدل في ثقة
في الدولة وفي الحكومة في شراكاتها، ولكن أصبح من المهم جدا أن يقوم القطاع الخاص بدوره أيضا في جذب الاستثمارات. يعني احنا شفنا أحد المستثمرين قريبا قدر يحصل على شراكة أجنبية وتم استحواذه على حصة من شركة تمتلك عدد من الفنادق. ده اللي احنا محتاجينه من القطاع الخاص النهاردة، أن القطاع الخاص يكون له دور في جذب المستثمر الخارجي بحيث يكون قادر على ممارسة النشاط وأن يكون فاعل في إطار تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة، بأن يحل القطاع الخاص محل الدولة في عدد من القطاعات الموجودة في وثيقة سياسات ملكية الدولة. طيب يعني هستغل وجود حضرتك معنا أيضا ونشير إلى يعني إجراءات الدولة في وقدرتها الحقيقة على دمج الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي من أجل التعافي الاقتصادي بالأساس. كيف استطاعت الدولة أن تدمج هذين الاقتصادين؟ هو طبعا احنا يعني انا عايز اقول ان الطموحات لازالت اكبر في مجال دمج القطاع الغير الرسمي، ولكن عمليات الميكنة وعمليات التحول الرقمي كانت ناجحة جدا. اللي يعني كان الامتحان الصعب لجهود الدولة في مجال الميكنة والتحول الرقمي ده كان في فترة كورونا الحقيقة، ودي عشناها وعشنا قد ايه ان البنية التحتية اللي قدرت توفرها الدولة كانت ناجحة في ان هي تكون قادرة على عمليات التعليم عن بعد او العمل بالمنزل، وازاي ان الدولة المصرية قدرت خلال تداعيات كورونا تعلن على ان بنيتها التحتية الالكترونية جاهزة للتعامل مع هذا الموقف، وقد نجحت مصر بذلك. ايضا هناك مظاهر بنتابعها النهاردة، كل المرتبات والمعاشات بيتم تسليمها عن طريق الكروت وعن طريق الحسابات البنكية. الدولة لغت الحسابات البنكية نهائيا وأصبحت تسلم كافة مستحقاتها لكل المواطنين والمستثمرين عن طريق الحسابات البنكية. هناك الكثير من الخدمات التي أصبح يتم تقديمها إلكترونيا. يعني الواقع المؤكد أن الفترة الماضية نجحت فيها الدولة في أن تقطع شوطا كبيرا في عمليات الميكنة والتحول الرقمي والشمول المالي. أتصور أن معدلات الإنجاز في هذا الملف كانت سابقة للمعدلات الزمنية المتوقعة له، ولكن طبعا اللي بتابعه أن الدولة لازال لديها طموحات كبيرة في هذا الملف، ولازالت يعني ستقوم بإجراءات كبيرة في هذا الملف لمزيد من النجاح والاستمرارية في هذا الملف. نعم، إذن هو مزيد من النجاح، مزيد من الاستثمار في الاقتصاد، مزيد من التعافي الاقتصادي. أنا بشكرك الحقيقة جزيل الشكر دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي.
إذن مشاهدينا للمزيد حول الملف الاقتصادي والتعافي الاقتصادي تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد. مساء الخير دكتور وفاء. اهلا وسهلا بحضرتك استاذة حنان ومشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور. اذا تحدثنا عن الاستثمارات المصرية في مختلف الجوانب الحقيقة في المشروعات القومية في البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حابة مع حضرتك نلقي الضوء ايضا عن الاستثمار في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي. خلينا يا فندم في البداية على صعيد السردية اللي احنا بنتكلم فيها عن موضوع الاستثمارات، لابد أن يصل لمن يشاهدنا اليوم أن هناك اهتمام عالمي من قبل جموع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر، ولا شك أن برامج الإصلاح الاقتصادي ذو البعد الاجتماعي المطبقة حاليا في مصر أعطت شهادة ثقة للمستثمرين أن الدولة المصرية جادة نحو أهدافها للوصول إلى اقتصاد قوي قادر على المنافسة والنمو، لأن الحقيقة احنا عندنا مزايا بنتمتع بيها. أولا المناخ الاستثماري الحادث الجاذب للاستثمار محليا وعربيا، وأيضا لدينا تنوع في الفرص الاستثمارية واختلاف الأنشطة الاقتصادية، ومنها هذا النشاط الزراعي اللي حضرتك بتستهدفي الكلام عنه. أولا الدولة المصرية سواء في ملف الزراعة أو الصناعة أو أي ملف آخر كان لديها محور هام جدا وهو المقصد الاقتصادي، كيف تحولي كل مشروعاتك الهادفة للاستثمار إلى ذلك المقصد الاقتصادي حتى التعليم. بحثنا عن المقصد الاقتصادي وكان هناك ارتباط شرطي في كل الموضوعات الخاصة بملف الاستثمار للوصول إلى المستهدف. لدينا الحقيقة احنا يعني ثرواتنا كثيرة سواء طبيعية أو بشرية، وأدائنا في القطاعات متوازن إلى الآن رغم كل الظروف العالمية اللي بنمر بيها، طبعا العالم كله في حالة من الإكراه الاقتصادي. ولكن يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن إحنا بالنسبة للسياسة الزراعية، أولا في فكر وفلسفة القيادة السياسية القائمة على الاكتفاء الذاتي، ودي فكرة في حد ذاتها فكرة من يعني الاستشعار القومي، كيف يكون لديك اكتفاء ذاتي في الزراعة وأن يكون أيضا لديك تصنيع زراعي، فالقيمة المضافة الحقيقية للزراعة هي وجود تصنيع زراعي وهو ما تستهدفه الدولة المصرية. الأمر الآخر الاتساع الأفقي والرأسي في المجال الزراعي، وهناك حرص على وجود الزراعات الاستراتيجية، بل إن احنا طورنا ملف الزراعة تطوير كامل ورعينا فيه طبعا عملية البصمة المائية اللي بتعاني منها العالم كله بالإضافة إلى التغيرات المناخية. يعني الحقيقة احنا عندنا منهجية في هذا الملف الزراعي من ناحية التنمية الاقتصادية. وخلينا يا أستاذة حنان علشان برضو يبقى المشاهد معانا ان احنا الحقيقة أمام دفتر أحوال لنجاحات الدولة المصرية، فنحن لدينا دولاب للنجاح الحقيقي، فلدينا نموذج متكامل ربطنا به العملية الإنتاجية بالقيمة المضافة بالمستهدف الاقتصادي والقصد الاقتصادي الحقيقي. بمعنى ان احنا في السنوات الأخيرة احنا شايفين تكالب على الاستثمارات بسبب عملية الإكراه الاقتصادي اللي مارستها الدول الكبرى، ومع ذلك احنا الحقيقة استطعنا في الفترة الأخيرة ان احنا الحقيقة ندخل في روافد الاستثمار، بمعنى ان الدولة المصرية بدأت تفصل بين الترويج للاستثمار واستهداف الاستثمار، ومن هنا جاء النجاح. بمعنى ان احنا رتبنا اولوياتنا في هذا الملف، فاحنا لدينا طبعا الفكر الاستراتيجي اللي خلى مصر الحقيقة لديها البنية التشريعية القوية والبنية التحتية المؤهلة، وبالإضافة إلى الإرادة السياسية. وعندما يكون لديك إرادة سياسية تستطيعين أن تفعلي أي شيء. بالتأكيد. عودا على بدء أستاذة حنين، علشان الاستثمارات دي شيء مهم جدا، هذا موضوع هام جدا يدفعنا إلى الحديث عن شيء مهم. العالم يتطاحن من حولنا لجذب أكبر رقم من الاستثمارات بسبب طبعا سياسات التجديد النقدي. فهل حلت مصر هذه المعادلة الصعبة بعد هروب الاستثمارات من معظم دول العالم إلى حيث الفائدة المرتفعة؟ الحقيقة تكدس الأموال في البنوك ليس هو المستهدف لأي دولة، وإنما العمل الإنتاجي. من المعروف أن الاستثمار مرتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد،
ومما ده بيساعدنا الحقيقة يعني على زيادة اللي يساعد على زيادة النمو الاقتصادي والتنمية، هي عملية الربط الوثيق. إذن دائما الدولة دائما دكتور وفاء الدولة تبحث عن حلول، وليست أي حلول، هي حلول لابد أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ده المستهدف من القيادة السياسية. يعني الحقيقة حابة ألقي الضوء مع حضرتك عن استطاعة مصر أنها تكون بوابة إقليمية للتجارة ومصدر للاستثمار في الطاقة، مصدر للاستثمار في الصناعة بحكم موقعها الاستراتيجي. إذن كيف استطاعت الدولة المصرية أن تستغل غل هذا الموقع الفريد والمميز في جذب مزيد من الاستثمارات؟ مصر فتحت القوس وأدركت داخل هذا القوس كل المشاكل الموجودة على مستوى العالم بالنسبة لهذا الملف، وهو جذب الاستثمارات. والحقيقة احنا لدينا كل ما يؤهلنا لنتبوأ مكاننا الطبيعي بين دول العالم العشرة الأولى، ولذلك كان هناك اهتمام بالاستثمار اللي بيحمل معه زيادة التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ومزيد من قدرتنا على تحقيق حلمنا بالوصول إلى 100 مليار دولار للصادرات المصرية. وكان مهم جدا على صانع القرار أن يكون هناك أشكال للاستثمار، فالاستثمار ليس في جانب واحد، لأن إحنا عملنا الحقيقة بطريقة التفكير المرتبة للتفكير الاستراتيجية، زودنا القدرات اللوجستية للدولة وكل المقاصد الاقتصادية في كل الملفات. فلو خلينا يعني مع بعض أنا وحضرتك هنشوف العوامل اللي دفعت الدولة إلى الاتجاه إلى الاستثمار بهذا الشكل. إحنا عندنا رغبة شديدة في زيادة الدخل والأرباح بالإضافة إلى دعم ميزاننا التجاري، وده اللي إحنا بنسعى عليه، الحرص الشديد على متابعة التطور العلمي والتطور التكنولوجي، واتجهنا إلى الجامعات وإلى ما كل ما يخص اقتصاد المعرفة، لأن إحنا داخلين على مرحلة طبعا من مراحل تقدم الثورة الصناعية، وبدأنا في عصر الروبوتات والبصمة الجينية وغيره، فكان من الدولة المصرية عليها أن تلاحق هذا الركب. الأمر اللي بعد كده الحقيقة إن زيادة الدخل القومي وضمان الاستقرار الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية هو أنواع، يعني إحنا الحقيقة الملف ده الدولة المصرية كان لديها حرص على تفنيد الاستثمار. وعلشان الناس اللي بتشوفنا وبتسمعنا دلوقتي، لدينا فرق بين الاستثمار الأجنبي، وهذا هو النوع من الاستثمار القائم من الدول اللي بتيجي تدخل. لماذا مصر؟ وهذا هو السؤال الذي يجب الإجابة عليه، لماذا مصر تحديدا؟ طبعا الحقيقة أن مصر تتمتع بمزايا. عشان عودا على بدء إلى سؤال حضرتك، مصر الحقيقة لديها اقتصاد متنوع، لديها مناخ سياسي مستقر، لديها أفق واسعة بالنسبة لتأهبها في تعديل بنيتها التشريعية سريعا، لديها رغبة من القيادة السياسية التي لديها فكر في هذا الملف. الأمر الثاني أن الاقتصاد المصري استطاع رغم كل التحديات أنه يعطي فرصة ومساحة كبيرة للاستثمارات طويلة الأجل يا أستاذ حنان، وده مهم جدا. يجب أن نفصل بين الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات قصيرة الأجل. يعني وفقا يا دكتور وفاء للكلام اللي حضرتك ذكرتيه اللي في منتهى الأهمية، الحقيقة بنتكلم دايما أن الدولة المصرية لديها القدرة على رفع الثقة، رفع الثقة للمستثمرين، سواء هذا المستثمر كان محلي أو أجنبي. إذن كيف استطاعت الدولة أن تقدم مجموعة من خلينا نقول التيسيرات والتسهيلات واتباع الإجراءات في هذا الشأن؟ أولا مصر عملت توصيف للحالة الاقتصادية المصرية، بمعنى أنها لم تألو جهدا ولم تترك هذا الملف في مهب الريح، وإنما وضعت له يعني تكتيك علمي ومنهج الحقيقة سليم. الأمر الأول، إحنا عندنا طبعا التيسيرات والتحفيزات اللي قدمتها للمستثمرين من خلال التعديلات الضريبية، من خلال الحقيقة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التحفيزات المالية اللي بنقدمها في ملف الطاقة واللي جلب لنا حوالي 90% من الاستثمارات دي بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة، لأن احنا عندنا منطقة محور قناة السويس منطقة مؤهلة لاستقبال كل الاستثمارات. ولكن عودا مرة أخرى على ما بدأناه مع حضرتك، علشان هناك فرق بين الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي، احنا عدينا وثيقة ملكية الدولة وفندنا فيها، ومن قبلها كان هناك المؤتمر الاقتصادي الذي عرض فيه المستثمرين داخل مصر كل مشاكلهم، وكان هناك حلول جذرية للسادة المستثمرين. ويمكن
طرح المناطق الصناعية الجديدة والأراضي والرخصة الذهبية، وكيف أصبح الأمر أكثر تيسيرا، لأنه حتى بمتابعة رئيس الوزراء بنفسه الاستثمار بيأتي إلى مصر أيضا بما تتميزه من تنوع. لا تنسي حضرتك إن إحنا سوق استهلاكية واسعة جدا، لدينا من القوى العاملة المدربة والقادرة حوالي 30 مليون عامل في أكبر منطقة للاستيعاب. يعني إحنا عندنا الحقيقة ارتفاع في الأيدي العاملة الماهرة، عندنا عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل وجدوا الفرص المناسبة. مصر جبرت وكسرت معدلات البطالة في وقت قياسي جدا في دولة تمر بظروف صعبة جدا. الأمر الثاني إن إحنا رفعنا درجة الجاهزية في تدريب العاملين أيضا داخل الدولة علشان الاشتغال في الفترة القادمة لحوالي 500,000 فرصة في مجال التصنيع، كل تصنيع معين بنديله التدريب المناسب. يبقى أنا عندي سوق استهلاكية تجذب المستثمر، أنا عندي تنوع في الاقتصاد بتاعي، قدرت أقرأ مشاهد الاستثمار وعلاقته بالناتج القومي والنشاط الاقتصادي. كوني جزء مهم إن أنا بدأت أفند عناصر الاقتصاد القومي، فهناك فرق أيضا بين يعني تنمية الصناعة واستهداف الصناعة، زي ما قلنا هناك فرق بين الترويج للاستثمار واستهداف الاستثمار. الأمر الثاني الحقيقة اللي احنا يعني احنا عندنا عناصر الاستخدام بالنسبة للنمو الاقتصادي في مدة زمنية معينة اعتمدنا على الاستثمارات الحقيقية في وقت يمكن يعتبر وقت قياسي، فتحنا الأفاق وقفزنا على الحقيقة السنوات وكل الصعوبات والتحديات بما طرحناه أخيرا من الوثيقة الاقتصادية للدولة اللي بتعرض لنا سلم الأولويات في الوصول أولا إلى معدل محترم في الناتج القومي، إلى معدل نمو في الصادرات المصرية. فتحنا الأفاق للمناقشة المجتمعية للدراسة، وفي حاجة مهمة جدا رغم كل الأزمات والتحديات لدينا قطاع مصرفي يتمتع بالقوة الجاذبة، بمعنى إن إحنا الحقيقة القطاع المصرفي بتاعنا قطاع يتمتع بالقوة في دول كبيرة، القطاع المصرفي فيها لم يصمد أمام التحديات العالمية. طيب دكتورة وفاء، من ضمن الخطوات خلينا نقول اللي اتخذتها الدولة من أجل التعافي الاقتصادي وزيادة التدفقات الاستثمارية كان برنامج الطروحات الحكومية. البرنامج ده كان في فبراير 2023. لأي مدى من وجهة نظرك الاقتصادية أفاد هذا البرنامج الخاص بالطروحات الحكومية في مزيد من التدفق تدفق الاستثماري؟ أولا تحديد مسار برنامج الأطروحات هو كان أبلغ رد على المتشككين في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ الإصلاحات المالية بالنسبة للقطاع الخاص والنقلة النوعية اللي أحدثها الاقتصاد المصري بالنسبة لإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص. برنامج الأطروحات الحكومية والتخارج، يعني أنا عايزة أقول للناس كمان أن برنامج التخارج الحقيقة وبرنامج بجنبه كمان حق الانتفاع هي برامج منفذة في الدولة المصرية ولكن بآلية هادئة، فليس من المصلحة أولا الدولة المصرية التعجل في هذا البرنامج ولا من مصلحتها الإبطاء فيه، وإنما هو بيسير وفق خطة الحقيقة ممنهجة للتوقيتات المناسبة للأطروحات الحكومية. نعم. فإحنا لا نطرح أي شركة ولا نطرح أي مؤسسة إلا في التوقيت المناسب، لأن هناك عوامل كثيرة جدا تتحكم في هذه الأطروحات الحكومية. يعني يمكن مش عايزين نقل على المشاهد بالكلام الأكاديمي، ولكن إحنا عايزين نبسط الأمر إن كل طرح من الأطروحات الحكومية يلزمه التوقيت المناسب اللي بيأتي في التوقيت الدولة المناسب. نعم طبعا بيأتي. نعم. في التوقيت يعني حتى يستجلب الهدف اللي من على أصله تمت عملية التخارج أو الطرح. وبنطمن الناس من خلال كمان حديثنا عن الاستثمار أن مصر لديها كل الحقيقة الإمكانيات القادرة على التحدي في المرحلة القادمة، ولدينا برنامج محترم بالنسبة للمحفزات الاستثمارية، ويطبق على جدول وآليات وتوقيتات مناسبة. ويمكن احنا حتى في التحفيزات والتيسيرات اللي احنا بنقدمها، احنا لسه مخلصين مؤتمر مصر للطاقة اللي حضره السيد رئيس الجمهورية، وكان رسالة للعالم أجمع ان مصر ليست دولة منتجة فقط وصلت الفكرة وإنما هي بالتأكيد. دولة
وصلت الفكرة دكتورة وفاء علي. أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انتهت هذه التغطية، كنت معكم فيها أنا حنان عاطف، والتي خصصناها بالحديث عن تعافي الاقتصاد المصري. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.